في عنا الفيلسوف المعروف كانت بيسألوه شو التنوير؟ بيقول لهم إنه خروج الإنسان من مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد. ومن هذا المنظور جاءت صرخته التنويرية لتقول اعملوا عقولكم أيها البشر، إنكم لتكن لكم الجرأة على استخدام عقولكم، ولا تتوكلوا بعد اليوم، ولا تستسلموا للكسل والمبذول والمكتوب. هل هذه الصرخة هي للأوروبيين في القرون الوسطى ولا لإلنا نحن العرب الآن؟ لازم نفكر بهالموضوع. بأوروبا قدروا يعملوا دولتنا الوطنية اللي هي دولة المواطن. المفروض نحن نفكر كيف بدنا نتوصل للدولة الوطنية لأساسها المواطن بعيدا عن الدين، المذهب، القومية أو العرق. دكتور رشاد أنطونيوس مصري الأصل، وهو خريج كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة القاهرة، يعيش في كندا منذ أكثر من 50 سنة، وهو أستاذ في علم الاجتماع في جامعة كيبك بموريال، حائز على دكتوراه في علم الاجتماع من كندا وماجستير في الرياضيات، وجمع ما بين هذين العلمين. دكتور رشاد أحد المؤسسين لمركز الدراسات العربية للتنمية في موريال، وكان رئيسا لهذا المركز لعدة سنوات. لعب هذا المركز دورا هاما في تنشيط التضامن ما بين كندا وعدة مجتمعات عربية، وعلى رأس المجتمع الفلسطيني ساهم في تحليل عدة قضايا عربية في وسائل الإعلام الكندية الكبرى. كتب العديد من المؤلفات والمقالات حول مناهج البحث الكمي، المجتمعات العربية المعاصرة، القضية الفلسطينية، الانتفاضات العربية، الإسلام السياسي. وآخر كتبه بالفرنسي Identité, race, liberté d'expression. إذا حدا بيهمه هالكتاب ب 15 دولار. قبل ما أقدم الدكتور هنذكركم إنه في بعض الأسئلة عنا طبعاً بنقدم كتاب وزقف للدكتور. شكراً أستاذ أحمد للمقدمة دي. هل سمعيني كويس؟ هل سمعيني كويس كده؟ أولاً أشكر جمعية الجامش والأخ نزار على الدعوة. قبل ما أخش في الموضوع عايز أقول أنا مش متخصص في موضوع في تاريخ التنوير، أنا مهتم بتاريخ التنوير كمواطن وكمثقف. الموضوع ده ما هوش جزء من الأبحاث اللي أنا بعملها، وبالتالي مش هتكلم كباحث أو كأستاذ علم الاجتماع، ولكن كمواطن. اهتميت بالموضوع أولا بفضل الأستاذ إيهاب لطيف صديقي وأخي موجود هنا، دعاني أن أنا أعمل مداخلة في جمعية إنسانيون. ناقشنا شوية الموضوع، بس وقتها كان فهمي للموضوع سطحي جدا. بعدين جه نزار قال طب ما تيجي تتكلم عن الموضوع ده في جلجامش، قلت له على عيني وراسي. فده سمحني ان انا اعمق شوية فهمي للموضوع. اذا الشمس غرقت في بحر الغمامة ومدت على الدنيا موجة ظلام، ومات البصر في العيون والبصائر، وغاب الطريق في الخطوط والدوائر، يا ساير يا داير يا ابو المفهومية، مفيش لك دليل غير عيون الكلام. معظمكم يعرف القصيدة دي للشيخ إمام، ألفها أحمد فؤاد نجم وغناها الشيخ إمام،
وكان دايما بيبتدي الحفلات بتاعته بالاغنيه دي، لانها اهميتها انه بياكد فيها. هو كان بصير، ما يعني بصير، ما كانش بيشوف خالص، بس الكلمات كانت بالنسبه له هي اللي بتنور الطريق. ودي فكره يعني جزء اساسي من 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 مفهوم التنوير، حريه الكلام ودور الكلام والفلسفه في اضاءه الطريق. بس هذا ما هوش الشرط الوحيد. هنشوف في المداخله انه عمليه التنوير عمليه معقده ذو ابعاد عديده، ولم تنتج من فعل واحد او من 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 شيء من شيء واحد، انما هي عباره عن تلاقي عوامل عديده وعمليات عديده تراكمت على مدة 200 سنة، على بعد مدة قرنين، إلى أن أنتجت فكر تنويري ناضج، ولكن لم تكن بالوضوح المطلوب أو بالوضوح اللي احنا فهمناها اليوم عندما ابتدت. فهدف المداخلة اليوم إن احنا نفكر مع بعض في موضوع أبعاد عملية التنوير ونتناقش فيها. يعني اللي أنا هعرضه مجرد رأي أو طرح قابل للنقد بكل تأكيد. فكمقدمة هقول أنه لاجت جدال على أن الفكر التنويري لعب دورا هاما في تطور المجتمعات الأوروبية وفي تعاظم قدراتها التقنية والعسكرية والسياسية. فكونت هذه المجتمعات قطب جذاب ومنافر في نفس الوقت، جذاب للعرب وللمفكرين العرب والمجتمعات العربية، جذاب بسبب نجاحاته المختلفة، ومنافر بسبب تاريخه الاستعماري. ويجب ألا ننسى أنه الاثنين مرتبطين. هل هذا يعني انه يجب ان نرفض التنوير لانه مرتبط بالاستعمار؟ هقول لا، وحاول ابرر هذه النظرة للموضوع. فلذلك القدرات المجتمعات الأوروبية والتقنية والعسكرية والسياسية، اهتم بعض المفكرين العرب والمسلمين بالفكر التنويري. وإذا تأملنا في أسباب هذا الاهتمام بشيء من الدقة، نجد أن هناك أربعة أسباب تفصيلية. يعني لو تعمقنا في ليه إحنا مهتمين بالتنوير، السبب الأول هو زي ما قلت الإنجازات الأوروبية على المستوى الفني والتقني والعلمي، ويمكن ده اللي بيجمع، يعني ممكن يتفق كل الحكماء العرب والمثقفين انه احنا عايزين القوة التقنية، وبيوقفوا عند القوة التقنية. بس في اسباب تانية، انه الانجازات الاوروبية على المستوى السياسي وبشكل خاص انجاز النظم الديمقراطية من استقرار داخلي ورعاية حقوق الانسان داخل المجتمعات، واؤكد كلمة داخل المجتمعات الاوروبية، لانه خارج هذا النطاق المجتمعات والدول الأوروبية لم تحترم حقوق الإنسان يعني في أفريقيا والعالم الثالث بشكل عام. يعني السبب الثالث هو الضمانات التي تعطيها المجتمعات الأوروبية لحرية الفكر والتعبير والإبداع برضو داخل حدودها. السبب الرابع والأخير، وده يعني اللي بيأثر في انه بعض المثقفين بيرفضوا فكرة التنوير، هو ان الاستعمار الاوروبي انتصر علينا وفرض سلطته علينا لفترات طويلة لم نتجاوزها حتى الان. ويتطلب هذا الوضع فهم عناصر القوة التي يتمتع بها الغرب
إذا أردنا أن نقاومها. إحنا عندنا مشكلة في البلدان العربية بالذات، إنه فكرة التنوير والحداثة اللي جت معاه والاستعمار جاءوا في دفعة واحدة، باكج ديل، جمع بعض. الاستعمار جاي يستعمر مجتمعاتنا وفي نفس الوقت يحمل فكر تنويري، والاثنين ارتبطوا ببعض. لما جه بونابرت في مصر جه بجيشين، جيش عسكري انتصر وجيش من العلماء من التيار اللي كانوا بيسموه سان سيمونيان. هو تيار شبه اشتراكي، 200 عالم جم عايزين يشاركوا الدول أفريقيا بفهمهم للعلم وللانفتاح. ولما هزم بونابرت بعد 3 سنوات واضطرد، ناس كتير من الفرنسيين العلماء المصريين فضلوا في مصر. كلية طب أسسها واحد اسمه مسيو كلوت في شارع جنب بيتي في مصر اسمه شارع كلود بيه. كلية الحقوق أسسها واحد فرنساوي. كل القنوات الري اللي اتعملت في مصر عملها واحد اسمه لينان دو بلفون، صممها يعني. القطن ادخله جمال، وهكذا. نعم، القوانين كل لغايه الخمسينات كانت اطروحات الماجستير والدكتوراه، او ما اعرفش كان في دكتوراه، الماجستير في كليه الحقوق في مصر كانت بتكتب باللغه الفرنسيه. ده يعني مؤشر عن تأثير التيارات التنويرية اللي فضلت في مصر بعد هزوم بونابرت. وبالتالي احنا عندنا كده يعني موقف ثنائي من التنوير. يعني بنحب التنوير كمجتمعات يعني، وفي نفس الوقت شايفين انه اللي جاب لنا التنوير هو المستعمر. وعندنا مشكلة، انت لو عايز التنوير في النهاية بتقبل المستعمر لان هو اللي حمله، ولو عايز ترفض المستعمر بترفض التنوير. فدي معضلة يعني او معادلة صعبة لازم نتعلم نحلها. بالفرنساوي بيقولوا انه فو با جوتي لو بيبي افيك لو دو بان، فما اعرفش دي نترجمها بالعربي ازاي، حد يقدر يترجمها لي؟ il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. يعني نعم بالضبط. يعني طبعا دي ترجمه تقليديه، لا نرمي الرضيع مع مياه الاستحمام هي اللوثه المتلوثه، فلا يجب رمي الرضيع. فانا شايف انه التنوير يعني الى حد ما يعني رضيع أو ناتج من التاريخ الأوروبي اللي أنتج برضو الاستعمار. فعشان كده الموضوع مش سهل. فلهذا السبب في كل المجالات اللي أنا ذكرتها يعني هناك تحفظات كبيرة قد تكون أساسية تجعل بعض التيارات الفكرية في العالم العربي والإسلامي لا تعتبر أوروبا كمثال ونموذج يحتذى به. طيب، فقلنا اتكلمتنا عن التاريخ الاستعماري. طيب، فدلوقتي في شوية تساؤلات بتطرح نفسها علينا. فعلى كل حال، سواء اعتبرنا ان المجتمعات الأوروبية تكون مثلا اعلى يجب نقله بالكامل، او انها تمثل مثلا اعلى نسبيا له نقاط ضعف كثيرة ويمكن نقل بعض ميزاته ورفض البعض الآخر، أو أنها لا تكون مثلا على الإطلاق يجب رفضها بالكامل، في كل الحالات يظل هناك تساؤل هام يفرض نفسه علينا بإلحاح ويجب أن نجيب عليه، وهو ما هي العوامل التي سمحت للمجتمعات الأوروبية أن تتطور وأن تقوى وأن تصبح سائدة في المجال السياسي والعلمي بغض النظر عن استعمالها لتلك الإنجازات للسيطرة على المجتمعات الأخرى أم لا. إذن
فهم الأسباب والعوامل التي أنتجت الحركة التنويرية والفكرة التنويرية تظل مهمة تفرض نفسها على المثقفين العرب سواء أرادوا تبني تلك التجربة أو رفضها. فإن فهم السمات الأساسية لحركة التنوير ستقودنا لطرح التساؤل الموالي، وهو كيف يمكن إحداث حركة مماثلة في المجتمعات العربية تأخذ في الاعتبار الجذور الثقافية والأخلاقية الخاصة بمجتمعاتنا. يعني فكرة التنوير أنا بعتبرها يونيفرسال، يعني كونية، إنما ممكن تأخذ ألوان مختلفة. طبعا للمجتمعات التي يعني التي تتفاعل معها والتي تتجسد فيها، هذه الكلمة اللي أنا كنت ببحث عنها. طيب قبل ما نخش في التفصيل، في إشكالية تانية عايز أطرحها برضه، إشكالية العلاقة بين الفكر والأوضاع الاجتماعية. طرحنا هذه التساؤلات لتمهد دخولنا في النقاش مهم يتمحور حول إشكالية العلاقة بين الفكر والأوضاع السياسية والاجتماعية في مجتمعنا. قد يعتقد البعض أن الأفكار تتطور بفعل النقاش الحر والمنطقي والصراع الفكري، وبكل تأكيد يكون النقاش الحر شرط ضروري من شروط التطور الفكري، ولكنه ليس شرط كافي، فهناك شروط أخرى يجب أن تتوفر كي يتطور المجتمع. ونريد هنا أن نطرح تصور آخر لتطور الأفكار. يكمن هذا التصور في التوازي ما بين تطور الأفكار من جهة وتطور النظم الاجتماعي من جهة أخرى. فالأفكار لا تتطور فقط بفعل المفكرين. قد يأتي شخص بفكرة نيرة وجديدة ولكن لا يتقبلها المجتمع إذا لم تكن ملائمة للأوضاع الاجتماعية والفكرية للمجتمع. فهذا حيخليني يعني أفتح باب قبل ما أدخل في موضوع التنوير نفسه، في موضوع التكوين العلاقي الطبقي، سوري، التكوين الطبقي وعلاقة مصالح الطبقات المهيمنة بالفكر السائد. فكلمة مهيمنة دي أصبحت يعني جزء من اللغة اليومية في علوم الاجتماع، ولكن يعني قد يكون من المفيد أن يعني نوضحها أكثر. إنه في كل المجتمعات هناك طبقات تأخذ أشكال مختلفة، ولكن طبقات، يعني مش كل الأفراد في المجتمع مساويين لبعض، في طبقات حاكمة وطبقات غير حاكمة، وفي ثقافة سائدة، يعني الثقافة اللي هي يشترك فيها الجميع في أي مجتمع. الفكر في علوم الاجتماع عمق ووضح فكرة إنه الثقافة السائدة، هناك دائما ثقافة سائدة مهيمنة. يعني إيه مهيمنة؟ يعني الثقافة بتعبر عن مصالح فئة معينة، ولكن مهيمنة بمعنى إنه ناس كتير ممكن يعني أبصر يتشبعوا بالثقافة دي، يتشبعوا بالثقافة دي حتى لو ما مش في مصلحتهم، لأنها مهيمنة ولأنها بتطرح في وسائل الإعلام، الناس السياسيين بيقولوها. مثلا لو ناخد كندا، الفكر الليبرالي سائد، كل المهاجرين مثلا بيصوتوا بكثافة للحزب الليبرالي، إنما الفكر الليبرالي في رأيي أنا مدمر، بيدمر البيئة وبيدمر الاقتصاد
وبيدمر حاجات كتير قوي. ولكن ناس كتير حتى اللي هم بيتأثروا سلبيا بالنيو ليبراليزم بالليبرالية الجديدة بيأيدوها لأنهم شايفين أنه هي الوحيدة It's only game in town، يعني أنهم شايفين أنه ده الشيء الوحيد اللي ممكن إيه ينقذ الاقتصاد. فده معنى فكر مهيمن. الفكر الليبرالي مهيمن بيعبر عن مصالح فئة معينة، ولكن اللي فئة الناس اللي هم تشبعوا به ومؤمنين به المجموعة دي بتحتوي على ناس مش من مصلحتهم ان يكون فكر ليبرالي او نيو ليبرالي مفتوح. يعني الفكرة الاشتراكية بالمعنى الواسع ان هو عدالة اجتماعية، إعادة توزيع الدخل اذا كان في هناك فروق شاسعة، الخدمات الصحية للجميع، خدمات تربوية متساوية للجميع. كل الأفكار دي في صلاحنا، صلاحنا الشعب بشكل عام وبالذات بالنسبة للمهاجرين. ولكن بنصوت للحزب الليبرالي وبنأيد أفكار ليبرالية لأنها أصبحت مهيمنة في المجتمع. تصويت سياسي بيكون هو الأكثر ما هو تصويت، بس يعني المهم أنه في النهاية بنحط الحزب الليبرالي في الحكم. ليبرالي رأس مالي، رأس مالي، في حين أنه ممكن يكون في طروحات تانية أو طروحات تانية أفيد. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أقول أرجع برضو لفكرة التنوير. فكرة التنوير لما نشأت فكرة التنوير كانت المجتمعات الأوروبية، معلش أنا أقول أحيانا مجتمعات وأحيانا مجتمعات لأنه ما زلت بتكلم باللهجة المصرية، معلش. المجتمعات الأوروبية كانت لسه طالعة من العصور الوسطى. مين كان سائد في العصور الوسطى؟ الأرستقراطية والإقطاع الكبير والكنيسة. في ناس بيعتبروا انه الكنيسة والإقطاع والأرستقراطية كان دول طرفين مختلفين، لا هما نفس الطرف، لانه كانت العائلات الكبرى الإقطاعية والأرستقراطية هي اللي تعين مين هيكون البابا ومين هيكون الكاردينال. ولما كان في خلافات ما كانتش خلافات بين كنيسة ودولة، كانت خلافات بين عائلة وعائلة أخرى، لدرجة أنه يعني كل الناس اللي الأفراد اللي شغلوا مناصب البابا والكاردينات الكبرى في فترة الخروج عن العصور الوسطى كانوا بيعيشوا زي الفئات الأرستقراطية بكل تقاليدها وبكل عيوبها. يعني ما كانوش بيعيشوا حسب التعليمات المسيحية على الإطلاق، ولا في حياتهم الشخصية الجنسية ولا أي شيء. فإذن كان في طبقة حاكمة أرستقراطية. الفكر السائد كان بيعبر عن مصالح تلك الطبقة، وبالتالي هي دي فكرة الهيمنة. ايه اللي غير الفكرة؟ ايه هي العوامل اللي ابتدت تهز في المنظومة دي وتفتح الباب لفكرة التنوير؟ انا شايف عاملين اساسا. اولا الاكتشافات العلمية. الاستاذ احمد تفضل وذكر نيوتن. قبل نيوتن كان في جاليليو طرح انه الارض كروية وليس مسطحة، اتسجن واضطر ايه يتراجع، وكويس انه تراجع لانه عاش وكان عارف انه لا عاش وعارف انه في النهاية فكره اللي هينتصر، يعني هو على المدى الطويل هو كان كسبان، فعارف فما كانش مشكلة انه يتراجع لانه على المدى الطويل كسبان. المهم انه الانجازات العلمية فتحت تساؤلات جديدة عن تفسير الكون، تفسير وجود الإنسان، تفسير الحياة والموت، فتحت أبواب. فده عامل.
ابتدت الناس تقول طيب عشان يعني الانجازات العلمية كان لها بعدين، بعد النتائج العلمية يعني الأرض الكروية مثلا، قوانين الحركة بتاعت نيوتن دي نتائج، وبعدين منهج. المنهج كان أخطر من العوامل نفسها، لأنه المنهج معناها الاعتماد على العقل ورفض كل المسلمات اللي أساسها ديني. في تفسير العلم، خلينا في تفسير العلم بعد كده في المجتمع نفسه ده موضوع تاني، بس في تفسير العلم على الأقل رفض التفسيرات اللي ليس لها أساس علمي منطقي يمكن إعادة النظر فيه. العملية لم تتم في إطار يوم وليلة، ولا حتى في إطار سنة، ولا حتى في إطار قرن، أخذت أكثر من قرنين. وتراكم اكتشافات علمية ونقاشات حول الاكتشافات العلمية وأفكار تنتج من الاكتشافات العلمية، في نفس الوقت حصلت اكتشافات جغرافية، الناس ابتدت تسافر، العولمة ابتدت وقتها، رأس المال بقى يعني فعلا متوفر أكتر، والتجارة أصبحت هي أساس الثروة بدل ما الإقطاع كان أساس الثورة أو ملك الأراضي. ملك الأراضي فضل مهم، لأن التغييرات دي لم تحصل في يوم وليلة، فحصلت على 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 مدار قرنين. فشوية شوية دور الإقطاع في إنتاج ثروة قل، ودور التجارة في إنتاج ثروة زاد. مع التجارة ومع العلم جت تقنيات جديدة أصبحت في نفس الوقت التحسن في بعض التقنيات زودت الإنتاج الزراعي، الفلاحين عددهم زاد، المدن ابتدت تتكون، الفلاحين ابتدوا يروحوا المدن. المدن كان أساسها بعض التجار، أساسوا شوية مدن، التجارة كانت هي الأساس، بس التجارة عايزة نقل، عايزة شوية صناعة، عايزة حرفيين. فشوية شوية التركيبة الاجتماعية اتغيرت، أصبحت طبقة وسطى تصعد، وطبقة برجوازية عندها فلوس ولكن مصدر أموالها ومصدر ثروتها ما هياش الأرض، هي التجارة أو العلم أو الصناعة. شوية شوية طيب، بس عشان ننتج الصناعة عايزين ناس بتفكر، فعايزين فكر حر، عايزين مدارس. فالعملية كانت معقدة، بمعنى أن كل الأمور دي كانت سير مع بعض وبتقوي بعضها، بتقوي بعضها. يعني زيادة أهمية التجارة معاها زيادة الاهتمام بالتربية بالمدارس وهكذا. في نفس الوقت عندما الكنيسة أصبحت عاجزة عن إيجاد بعض الأجوبة لمسائل وجودية بالنسبة للناس، وعندما أصبح واضحا أنه رؤساء الكنيسة هم جزء من الإقطاع وجزء من الطبقة السائدة الأرستقراطية، وأنهم إلى حد ما نسيوا القيم الأساسية اللي كانت بتحملها الكنيسة، فطلعت
اطروحات او قراءات اخرى للدين المسيحي. فشفنا الكالفينيزم ابتدي يطلع، مارتن لوثر والبروتستانت والناس دول عايزين يعيشوا. فالخلافات بينهم في البداية خدت شكل حروب وشكل يعني مش بس شروب بس قمع عنيف للتيارات الجديدة. يعني أفريقيا الجنوبية أسست من ضمن الأسباب اللي خلت تتأسس إنه بعض البروتستانت تركوا أوروبا وراحوا هناك عشان ما كانوا يعني كانوا مقموعين بشكل عنيف في أوروبا. العنف هذا أنتج فكر مضاد اللي هو فكر التسامح. فبنلاقي إنه لما فولتير كتب تريتي دو لا توليرانس أو أطروحة عن التسامح كان أساسا رد فعل ل سجن و إعدام رجل تاجر بروتستانتي اتهموه انه قتل ابنه، لانه اتهموه انه قتل ابنه لانه ابنه كان عايز يبقى كاثوليكي وهو بروتستانت، وكل ده كان غلط، اعدموه. فولتير كان من مفكرين التنوير، اهتم بالموضوع ده، قعد يقرا في الموضوع، ثم خد موقف، ثم كتب كتاب، وابتدى ينشط علشان يخلي الحكومة والمحاكم تعكس الحكم، وفي النهاية كسب. يعني في الجدع كانت قتل يعني، بس كان أعدموه يعني، بس المحاكم فعلا تراجعت واعترفت بأنه أعدم بغير حق هذا الشخص. فهناك محطات من هذا النوع، محطات عديدة، مفكرين وقفوا ضد السلطة، اتسجنوا. فولتير اتسجن كذا مرة، كان جزء برضو من الطبقة مش الحاكمة، بس جزء من المثقفين السائدين يعني، بس برضو اتسجن. وحصلت صراعات، اولا حروب بين البروتستانت والكاثوليك، ثم صراعات فردية ابتدت بكتابات. قبل فولتير مونتسكيو كتب كتاب اسمه لليتر بيرسان أو الخطابات الفارسية. اخترع واحد مثقف أو دبلوماسي فارسي اجا فرنسا وبينتقد المجتمع الفرنسي لأنه مش فهمه لأنه فارسي، وكان ده يعني حيلة علشان يقدر يعمل نقد جذري للمجتمع الأوروبي والفرنسي بالذات، بس ما ياخدش المسؤولية. ده واحد فارسي جاي ومش فاهم، بيسأل ليه بنعمل كده وليه بنعمل كده، بس ده نقد جذري. فولتير كتب كتاب اسمه كانديد. كانديد إنسان كده على قد حاله، سافر الدنيا كلها وشاف البلاوي وشاف الاستعمار وشاف القتل والعنف اللي بيتعمل باسم نشر القيم الأوروبية وباسم نشر الدين المسيحي، وكتب عنه نقد جذري، وبرضو عن طريق رواية بتحكي واحد سافر وشاف حاجات. وبالتالي يعني الظروف لم تسمح بنقد صريح ومفتوح للأفكار التقليدية منذ البداية. الموضوع ده اتعمل حتة حتة، فترة فترة، اتبنى الفكر التنوير، اتبنى طوبة طوبة، لغاية ما قدر إيمانويل كانت ينظره يعني يديله قاعدة نظرية ويكتب عن مفهوم التنوير أو فلسفة التنوير على أساس قرنين من الصراعات ومن المحاولات
الدفاع عن بعض الأفكار المتعلقة بالتنوير. ففي الفترة دي كلها ما كانش في شيء واضح اسمه تنوير، ما كانش حد بيقول أنا بدافع عن التنوير. فكرة التنوير جت في النهاية لما الناس والمفكرين وكانت بالذات بص لوراه وقال حصل إيه في آخر قرنين، وقال طيب في حاجة اسمها فكرة تنويري، وهو ده اللي ممكن يخلينا نخرج من الصراعات الدينية العنيفة واللي سببت دمار رهيب في أوروبا. طيب كل المقدمة دي عشان أوصل في النهاية أقول طب يعني إيه فكرة تنويري، ما هي سمات الفكرة التنويري. أعتقد كان هذا مهم لأنه الفكر التنويري لم ينتج كده من واحد مفكر شاطر ونزيه وقعد كده على كرسي وقال طب الفكر التنويري كذا كذا، لا ده حصل كنتيجة لصراعات استمرت لمدة قرنين، لعنف اتعمل باسم الأفكار، باسم الثوابت، باسم الدين، باسم القيم، وكان ده عنف وقمع باسم أشياء يعني المفروض تكون يعني حلوة ولها قيمة عالية يعني مقدسة. ففكرة التنوير إجا عشان يقول لما نيجي نفكر في المجتمع وفي بعض الأفكار الوجودية نحن محتاجين إلى حرية الرأي وحرية كسر المقدسات وحرية انتقاد الثوابت، وكل ده كان شرط من شروط تطور أوروبا اللي نتج عنها أولا السلطة والقدرة الأوروبية والاستعمار. ولكن زي ما قلت في البداية مش ضروري نرمي الرضيع مع المياه الملوثة اللي حمناه فيه، ويمكن احنا خارج اوروبا وحتى الاوروبيين نفسهم يقولوا طيب احنا ممكن ناخذ ايه او من الفكر التنويري وكيف ممكن نطبقه في المجتمعات بتاعتنا وفي البيئة الثقافية بتاعتنا. فاولا فحاول أركز دلوقتي السمات الأساسية للفكرة التنويرية. أولاً التركيز على العقل والتركيز على الفردية. في كلمة ناقشنا فيها في الندوة اللي نظمها إيهاب عن كلمة أوتونومي. أوتونومي للإنديفيديو ما هيش بالضبط استقلال الفرد. الأوتونومي يعني لم أجد ترجمة عربية ترضيني حتى الآن، أكيد فيه بس أنا ما أعرفهاش، ما أعرفش لحد عنده اقتراح، إنما أقدر أترجمها بعدة كلمات مش بكلمة واحدة، اللي هي قدرة الإنسان أو قدرة الفرد على التفكير لنفسه بنفسه ولنفسه خارج الأطر اللي خدها من المجتمع الموجودة الثابتة اللي هو اتولد داخلها. ممكن الفرد مش شرط الفرد يلتزم ببعض القيم الجامدة والقديمة عشان يدير حياته. الأوتونومية هي القدرة على اختيار القيم الأساسية. طبعا هذا لا يعني انه ليس هناك قيم على الإطلاق، ولكن ممكن نفرق بين قيم عامة وقوانين ثابتة وجامدة. فمثلا موضوع العناية بالآخر، يعني أنا شايف أنها كونية مش مرتبطة بثقافة معينة، والعناية بالآخر لا يعني ليس هناك قوانين تقول لك تعمل إيه بالضبط فين إمتى، إنما قمم يعني عامة تقول لك احنا كلنا مسؤولين عن بعض لانه هنعيش مع بعض او هنموت مع بعض. يعني والازمة
الأزمة الانفيرومنتاليست، الأزمة البيئية، سوري معلش أنا بقالي 50 سنة بفكر في الفرنساوي فما اعذروني. الأزمة البيئية بتوري إنه كلنا بنستنشق نفس الجو مهما كان رأينا، سواء بتصوت للحزب الليبرالي أو الحزب المحافظ أو كيباك سوليدار، بنستنشق نفس الجو وحنعيش مع بعض أو منموت مع بعض. فإذا هناك قيم أساسية، العناية بالآخر، المصلحة العامة، عدم العنف، التسامح، حرية الآخر، دي قيم أعتقد أنها يعني ما هيش ثقيلة على الإنسان، ما هيش يعني هي قيم عامة. إنما استقلال الفرد يعني أنه يختار كيف يترجم هذه القيم العامة إلى تصرفات في موقف معين، في مكان معين، في ظروف معينة. فالترجمة إلى أشياء واقعية في وضع معين، هذا يتبع فكرة استقلال الفرد. فالتركيز على العقل كمان، إنه من حقي أناقش أي شيء يقال لي، ما فيش حاجة اسمها مقدسات أو ثوابت في الفكر. طبعا برضو الكلام ده ما هوش مطلق، يعني لا يعني ان انا اروح اهين ناس او 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 اشتم ناس، او يعني ممكن الفكر الحر يعبر عن نفسه باحترام الاخر. ما فيش تناقض بين احترام الاخر والتعبير عن رايي، طالما بعبر عن الراي باحترام. لكن في قيم في مجتمعاتنا بتقول انت مجرد انك توري اتجاه مختلف هذا عدم احترام. القرضاوي الله يرحمه مات من قريب، كتب كتاب اسمه الاسلام والاخر، بيقول احنا بنعتبر غير المسلمين مساويين لنا، بس في شروط بسيطه كده. يعني يحترمونا، يعني يحترمونا يعني ما يصلوش قدامنا، وما ينشئوش كنائس في المدن اللي ما كانش فيها كنائس قبل كده، وهكذا ما يشغلوش موقع مثلا وزير او 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 رئيس حكومه او او حاجه زي كده، منصب عالي خصوصا في الجيش. في النهايه يعني مفهومه للاحترام هو مفهوم قمعي للاخر. يعني ان انا اعبر عن طقوسي او عن عدم طقوس، عدم وجود طقوس عندي دينية، هذا لا يعني انه لا احترم الاخر. اعتقد انه يعني كلنا هنموت وكلنا مش عارفين هنموت ليه، ومحدش عارف احنا عشنا ليه اصلا، فبندور على حلول. في ناس بيلاقوا حلول في دين معين، في ناس بيلاقوا حلول في دين اخر، في ناس بتلاقي حلول خارج الدين. اعتقد لا يعني مش من حق اي حد يفرض اراءه على الاخر، ولكن انا اطالب بحريه التعبير عن فكري انا او ارائي بغض النظر عن اراء الاخرين، ولكن باحترام، يعني باحترام فكرهم واحترام استقلاليتهم في التفكير واحترام الاختلاف اللي بيننا. ففكرة التركيز على العقل والفردية هذا جزء مهم جدا، ومن أصعب التغييرات اللي لازم تتم في مجتمعاتنا، لأنه ده شرط أساسي من شروط التطور في اتجاه التنوير. حرية التعبير، برضو أنا أقول حرية التعبير بس أقول شبه مطلقة، مش مطلقة، يعني مطلقة في المضمون ولكن غير مطلقة في الشكل، وده فرق مهم بالنسبة لي. أنا رأيي أنه حرية التعبير لازم تكون مطلقة في المضمون، من حيقول أي شيء،
ولكن علي أن أراعي شعور الآخرين في طريقة التعبير عن فكري عشان ما تكونش الطريقة يعني تعتبر مهينة للآخر. الإيمان بقوة العلم والتقدم دي مشكلة كبيرة، لأنه العلم الفكر العلمي له بعدين زي ما قلت، في نتائج وفي منهج، والمنهج لا ينطبق على الأشياء التقنية فقط، المنهج ينطبق على فهمنا للعلم وفهمنا للمجتمع. احنا في المجتمعات العربية حبينا نأخذ كل ما هو نتاج العلم والتكنولوجيا، ولكن لم نأخذ في أساليب إنتاج العلم الجديد والتكنولوجيا الجديدة، لم نأخذ بها. عشان كده بنلاقي بعض العلماء لما بيكونوا مثلا في مصر أو في دولة تانية ما بيعرفوش ينتجوا، يخرجوا نفس العلماء بينتجوا بياخدوا نوبل، يعني الكيميائي المصري اللي هو أحمد زويل يعني طب ليه ما قدرش ينتج وياخد النوبل هو في مصر؟ طب هو مصر كمية العلماء المصريين والعرب بشكل عام، السوريين والعراقيين ده اللي هم يعني بيبذلوا بينتجوا أشياء هائلة في الخارج ما يعرفوش ينتجوها عندنا ليه؟ لأنه احنا بنحاول ناخد من العلم الجزء التقني منه وليس المفهوم النظري والفلسفي الذي يمكن أن ينتج منه علم أصيل وجديد. فدي من ضمن الأشياء اللي احنا يعني بنروح الخليج بنلاقي حاجات، أنا ما روحتش بس بشوف صور يعني حاجات هائلة بس كلها مستوردة واللي بنوها من بره. فكرة ان الناس يجب ان يكونوا احرارا في التفكير والتعبير عن انفسهم دون خوف من القمع، ده اهم حاجة. كل الضمانات كل الضمانات ضد القمع ده يجب ان تكون جزء من القوانين العربية في كل البلدان ضد القمع، وده طبعا ما بيحصلش. التسامح الديني والفكري، يعني ممكن الناس تختلف وتبني ثقافة تسامح مع الآخر، وده برضو غير موجود. يعني ما زلنا مقتنعين معظمنا يعني في المجتمعات العربية ان احنا لدينا الحقيقة المطلقة والآخرين يعني ان شاء الله هيلاقوا الحقيقة يوم، ولكن في النهاية احنا اللي عندنا الحقيقة المطلقة عندنا، وده فكر عميق جدا عند الناس كتير. حتى لو التسامح شكلي، يعني في تسامح شكلي ولكن في العمق مفيش تسامح. التسامح العميق يعني ان انا اكون مقتنع بدين معين، بفكر معين، بنظر معينة للكون، بروحانية معينة، ولكن اشك فيها واقول قد يكون الاخر هو الصح وانا الغلطان، بس انا ده الطريق اللي انا لقيته وهمشي فيه، ودايما يعني قد اكون خاطئ في هذا الموضوع، بس ده اساس التسامح، وده برضو قيمه اجتماعيه بعيده قوي عن الثقافه السائده في مجتمعاتنا. اهميه الحقوق الطبيعيه، الاعتراف بانه الانسان بمجرد انه يتولد عنده حقوق زي اي انسان اخر، انه لا يجب ان الحقوق تتفاوت حسب انت ابن مين واتولدت في قريه ولا في مدينه ولا اتولدت في البلد دي ولا البلد دي او في الديانه دي او الديانه دي. فده فكره الحقوق الطبيعيه وترسيخ فكره الحقوق الطبيعيه في ثقافتنا ده شرط من شروط الفكر التنويري، والفكر التنويري شرط من شروط التطور. أهمية الديمقراطية، والديمقراطية مش شكل يعني معين ثابت إنه لازم يكون في انتخابات كل 4 سنين. الديمقراطية ممكن تاخد أشكال عديدة، ولكن هي الفكرة إنه في النهاية الحكم يعكس مصالح
وآراء الناس. ففكرة الحكيمية اللي طرحها سيد قطب واللي استوعبها معظم التيارات الإسلامية ضد فكرة الديمقراطية، يعني كلمة إسلام ديمقراطي في تناقض جذري فيها، لأنه لو في ديمقراطية يبقى لازم الدين الإسلام المسيحي أو أي حاجة يبقى شيء يخص الإنسان، علاقته بربنا، علاقته بالموت، علاقته بالحياة. ولكن القوانين اللي بتنظم الحياة الجماعية لازم نستطيع أن نناقشها بدون أي رأي سابق يفرض علينا. والحاجة إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي في النهاية، يعني لا يمكن أن المجتمع ينتج ديمقراطية لو في تفاوت زي ما في تفاوت في مصر أو في معظم البلدان العربية بين الغني والفقير، بين الرجل والمرأة وهكذا. فأعتقد الإصلاح الاجتماعي جزء أساسي من الفكر التنويري. فأعتقد أنا تكلمت كتير، فأشكركم للاستماع، والموضوع نفتحه للنقاش الآن.